السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير صحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما رح طول عليكم، الموضوع اليوم بيحكي عن طريقة تحويل قناتك من قناة عادية إلى قناة علامة تجارية. هلأ الناس رح تقولي شو رح نستفاد من هالموضوع هذا، هلأ رح أشرح لكم بالموضوع بالفيديو ورح تعرفوا شو الفائدة من نقل قناتكم من قناة عادية لقناة علامة تجارية. معلومات كتير مهمة، وفي ملاحظة، رجاء ثم رجاء ركزوا منيح بالفيديو واعملوا الخطوات اللي أنا عم أقولها، لأن الخطوات اللي بيساويها حساسة جدا، يعني بحيث أنه ما تخربطوا تروحوا تنقلوا قناتكم الفاضية لقناة اللي فيها مشتركين. لا، انتبهوا وركزوا معي بالفيديو مزبوط تمام، مشان ما يصير أخطاء إذا سمحتوا. من فضلكم اللي عم يشوفني جديد اشتركوا بالقناة، اعملوا لنا لايك، شاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن مشاهدات، بالإضافة فوتوا لعندي على القناة، في كتير شغلات ممكن تستفادوا منها وتشوفوها. يلا خلينا نبلش. تمام حبايبي، هلا اول شيء اللي رح نسويه رح نفتح على جوجل كروم، نفتح على جوجل كروم ويفتح لنا على القناه تبعنا. تمام، انتم بتكونوا مسجلين دخول على القناه تبعكم من جوجل كروم وبيطلع القناه هيك. تمام، هلا اول شغله لازم تتاكدوا منها، تمام، هون عند هي لازم تتاكدوا انه موجود القناه تبعكم، يعني موجوده صوره القناه تبعكم هون اللي هي انتو حاطين على البروفايل تبع قناتكم. لازم تتأكدوا انه هذا الايميل اللي انتو حاطينه تبع القناة الاساسية تبعكم. الله يخليكم، ركزوا معي لانه الشغلة حساسة، تمام، شغلة حساسة كتير، فركزوا معي الله يخليكم مشان ما يصير خربطة، واذا صار لا سمح الله لا سمح الله خربطة انا مالي مسؤول. اعملوا الخطوات اللي انا عم بعملكم عليها وان شاء الله الامور كلها تمام تمام تمام. هلا متاكد نحن هون انه نحن محطوط القناه الرئيسيه تبعنا. تمام، بعد ما نتاكد بننزل على كلمه الاعدادات، شايفينها هاي كلمه الاعدادات، نكبس عليها وبيفتح لنا هاي الصفحه هيك. تمام، هون مكتوب حاله القناه وميزاتها، انشاء قناه جديده، عرض الاعدادات المتقدمه. نحن شو بدنا نساوي هلا؟ نحن بدنا ننشئ قناه جديده اللي هي القناة التجارية. هلأ نحن حننشئ هون قناة تجارية، تمام، اللي هي قناة العلامة التجارية. هون شو بنساوي هلأ؟ نحن بنقول له إنشاء قناة وبيفتح لنا على هاي الصفحة. هون شو عم يقلنا؟ عم يقلنا حط اسم القناة اللي بدك تحطها أنت. شوفوا شو كاتب هون، إنشاء اسم القناة، يمكنك استخدام اسم العلامة التجارية أو اسم آخر. اسم القناة الجديد هو الذي يمثلك أنت والمحتوى الخاص بك. يعني أنتوا هلا هم تحطوا اسم القناة نفسها تبعكم أنتوا حاطينها إذا بتحبوا، أو مثلا نفترض أنا اسم قناتي قناة منوعات تعليمية، بحط قناة منوعات تعليمية. تمام، بس حط هيك. بعد ما حط هذا الموضوع هذا كلياته الاسم، أنا اخترت الاسم اللي بدي إياه، بقول له هون أدرك أنني في طور إنشاء حساب جديد على جوجل. تمام، حطوا له إشارة صح. بعد ما حطوا له إشارة صح هون بقول له إنشاء. تمام، بس اكبس له إنشاء، شوفوا وين بيفتح لنا. شوفوا هلا فتح لنا على هي الصفحة، أعطاني هلا هون، شوفوا شو أعطاني، أعطاني قناة منوعات تعليمية، هي قناة أنا اللي أنشأتها هلا جديدة اللي هي قناة تجارية. تمام، ومكتوب، شوف شو مكتوب هون، إضافة مدراء أو إزالتهم. هي يعني لا، انتم شو بامكانكم، بامكانكم تضيفوا مثلا بكره بس تتطور القناه تبعكم ان شاء الله وتصير بدكم مساعدين يساعدوكم بالقناه لان انتم لحالكم ما عم تلحقوا، فبامكانكم تضيفوا هون اشخاص لحتى يساعدوكم. هلا هي النقطه برجع بعدين انا بكمل لكم اياها، خلينا هلا بهي الموضوع تبع الربط. تمام، هلا نحن هي اللي عملناها، هلا هي الصفحه الجديده اللي طلعت لنا اللي هي الصفحه التجاريه اللي انشاناها. تمام، اتفقنا عليها. هلا بنرجع بنكبس على الصوره هون،
شايفين كبسنا على الصورة هون. بعد ما كبسنا على هاي الصورة بنفوت على تبديل الحساب، شايفينها تبديل الحساب، نكبس على تبديل الحساب. شوفوا شو عطاني. هلا انا قناتي الاساسية لك مكتوب قناة منوعات تعليمية، هي القناة الاساسية الاصلية اللي انا حاطط عليها الفردي الحساب الفردي، تمام. وشوفوا شو مكتوب فيها هون، مكتوب فيها 1050 مشترك. هلا القناة التجارية اللي انشأتها انا لك تحت مكتوب كمان قناة منوعات تعليمية، ليس هناك اي مشتركين، تمام. هلا انا شو بدي اساوي؟ انا بدي انقل القناة هي الاساسية تبعي على القناة التجارية اللي حنا عملناها جديدة، تمام. فانا شو بساوي؟ بكبس هلا على قناتي الاساسية مشان لكم كيف بدنا ننقلها. هاكبس عليها، تمام. هلا فتح لي على القناة الاساسية. شوفوا شو مكتوب عندي هون، قناة منوعات تعليمية، حالة القناة وميزاتها، اضافة القنوات او ادارتها، عرض الاعدادات المتقدمة. بكبس له انا شو؟ بكبس له على كلمة هون ليكا الاعدادات المتقدمة، شايفين؟ بعد ما كبست له الاعدادات المتقدمة هون عم يقول لي تفرجوا على هي الكلمة، اسمها نقل القناة الى حساب علامة تجارية. يعني انا هلا بدي انقل قناتي هي الرئيسية اللي انا عاملها الاساسية على القناة التجارية يلي عملناها سوا انا وياكم، تمام. ركزوا معي، الله يخليكم. هلا بنقول له نقل القناة الى حساب علامة تجارية، تمام. هلا هون شو عم يقول لي؟ عم يقول لي حط كلمة السر تبع قناتك، تمام. رح حط كلمة السر وارجع لكم. هلا حطيت كلمة السر، رح اقول له التالي. هون هلا بعت لي كلمة السر اللي لازم اكد فيها دخولي انه انا صاحب الحساب اللي عم فوت على هذا الحساب، تمام. بروح على جهازي الثاني هلا اللي انا حاطط عليه التثبيت، بجيب الرقم بقول له تاكيد ثواني. هلا بعد ما انا اعطيته تاكيد لموضوع الحمايه تبع القناه انه انا اللي عم فوت على القناه، يفتح لي على هي الصفحه. ركزوا معي، الله يخليكم. هلا شوفوا شو عاطيني، عاطيني هون قناة منوعات تعليمية هون فوق، تمام. شو مكتوب هون؟ القناة جاري نقلها على يوتيوب. هلا راح تنتقل القناة من هون لهي القناة الثانية اللي هي انا عملتها تحت، هي القناة التجارية. شايفين شو مكتوب عليها؟ مكتوب عليها هون اختيار حساب لنقل هذه القناة، وحدة حسابات العلامة التجارية التي يملكها هذا الحساب سيظهر ادناه قناة منوعات تعليمية، تمام. شايفين؟ يعني انا هلا رح انقل قناتي الاساسية على القناة التجارية يلي عملناها تحت، اتفقنا؟ تمام يا جماعة، اتفقنا على هالموضوع. يعني انتو بدياكم نقطة تتأكدوا منها ان القناة اللي بتكون موجودة فوق هي بتكون قناتكم الاساسية، تمام. انتو محددين عليها قناتكم الاساسية، بدكم تنقلوها على القناة هي اللي تحت اللي مكتوب انه ما فيها ولا شيء. شايفين انا هون مكتوب عن القناة الرئيسية فيها 1050 مشترك، فهي القناة انا رح انقلها هلا على العلامة التجارية اللي عملتها الايميل الجديد، اتفقنا على الموضوع. يعني هاي الشغلة لازم تنتبهوا عليها. هلا شو مكتب له هون؟ مكتب له استبدال. شوفوا شو عم يقول لي هون، سبق ان تم ربط الحساب قناة منوعات تعليمية بقناة اخرى في اليوتيوب. اول عم يعطيكم المعلومات، هلا عم يقول لي هون قناة منوعات تعليمية، ليس هناك اي مشتركين، ليس هناك فيديوهات ما من قوائم تشغيل. يعني هي القناة اللي انا حنقول عليها هلا الاغراض هي كلها القناة القديمة ما لا موجود فيها شيء. شوفوا شو رح ينحذف من القناة الاساسية تبعكم، سيتم حذف العناصر التالية نهائيا، التعليقات التي اضفتها على اليوتيوب، كل شيء تعليقات انا كنت ضايفها على اليوتيوب رح تنشال، تمام. الردود على التعليقات وابداء الاعجاب بها، يعني كل شيء تعليقات انا رديت عليها وفي شيء عملت عليه اعجاب ما راح يظهر هلا بالعلامه التجاريه الجديده، تمام. سجل البحث وسجل المشاهدات، يعني سجل البحث اللي كان عندي باليوتيوب والمشاهدات ما راح يظهر عندي بالقناه هلا اللي حنقلها عليها انا، تمام. راح يرجع بقى يخزن اول وجديد. هلا بتكبس هون انت على افهم ذلك واود المتابعه، وتقول له حذف القناه اللي هي هاي القناة فاضية بنحذفها بننقل عليها قناة تبعنا الأساسية، قل له حذف القناة.
هلا هون شو عم يقول لك؟ هل تريد بالتأكيد المتابعة وتعديل القناة؟ الحساب الذي سيتم نقله نقل القناة إليه، يعني رح ينتقل القناة هاي على القناة الفاضية هديك، تمام، اللي هي قناة منوعات تعليمية، قناتنا الرئيسية اللي أنا القناة الموجودة. هون شو عم يقولوا لك؟ عم يقولك التغييرات التي ستنتج عن عملية النقل: سيتم تعديل اسم القناة ورمزها على اليوتيوب، لن يتغير عنوان URL، عنوان URL تبع القناة رح يضل نفسه مثل ما هو، ما رح يتغير، لا يمكن نقل بعض المحتوى اللي هو حكينا عليه هون، التعليقات والقصص واللايكات، لا يمكن نقل التعليقات، هي كاتبين لكم، لا يمكن نقل اعدادات المنتدى للفلترة المبرمجة، على سبيل المثال المستخدمون مخفيون يعني انت ناس عندك حاضرهم ومو مبينين عندك ما راح ينتقلوا لهم معك على هاي القناة، تمام. لا يمكن نقل اعدادات المنتدى للفلترة كذا حكينا. سيتم حذف المعلومات الديموغرافية المتعلقة بمنشأ المحتوى التي قدمها لك قدمها مالك القناة، تمام. بعد ما نقرا هاي الشغلات كلها ونكون فهمنا شو عم نساوي نحنا، هلا هون بنكسروا على كلمة نقل القناة. هلا هو هون عطانا رسالة تحت، بس ما لحقنا نقراها، يلي مكتوب بالرسالة يلي طلعت تحت لكم ما لحقنا نقراها، انه تم تقديم طلبك ورح نعدل لك التعديل اللي انت طلبته مشان تنقل القناة من هون لهون، تمام. طيب هلا كيف بدنا نعرف نحنا انه تم النقل واموره بخير وكله تمام على 24؟ بنكبس هلا فوق عنا هون، تفرجوا، رح نكبس فوق، بنحط على كلمة تبديل الحساب، تفرجوا، الحمد لله فضل رب العالمين، هي القناة الأساسية كانت تبعي مكتوب عليها قناة منوعات تعليمية، شايفينها؟ هلا مصفوف مكتوب هون بلا قناة، يعني راحت هي القناة الأساسية كانت تبعي، هلا انتقلت من القناة الأساسية اللي كانت عندي على القناة الثانية اللي عملناها لك تحت، قناة منوعات تعليمية اللي هي القناة التجارية اللي عملناها، اللي هي القناة التجارية اللي عملناها. هلا تفرجوا، راح اكبس انا على القناة اللي تحت هاي، تمام، هاي فتح لي هلا هون على القناة، راح نكبس على الصورة ونفوت على كلمة قناتك، تمام، فضل رب العالمين، مشي حالك، مشي حال الموضوع، الحمد لله، شايفين انتقلت هلا القناة انا عندي، هلا صارت قناتي موجودة هون اللي هي قناة العلامة التجارية. طيب يا محمد، يعني شو استفدنا نحن هلا؟ هلا رح اورجيكم شو استفدنا من الموضوع. هلا بنكبس، نحن بنرجع هون عند الصورة وبنكبس على كلمة الاعدادات، تفرجوا. هلا نحن شو اللي استفدنا؟ اللي استفدنا انه شوفوا شو صار في عنا، صار في عنا اضافة مدراء او ازالتهم. يعني نحن هلا اي حدا حابب يضيف مثلا مدراء عنده بالقناه مشان يديروا معه القناه، بامكانه يفوت ويدير القناه معه اشخاص عن طريق هي، رح اورجيكم هلا كيف. رح نضغط عليها كلمه اضافه مدراء او ازالتهم، رح يطلب منك اثبات ملكيه الحساب انه انت صاحب الحساب، تمام. هلا تفرجوا، فتح عندي هون، شوفوا شو عم يقول لي، حنعمل زوم، عم يقول لي هون قناة منوعات تعليمية، حساب علامة تجارية مثل ما كنتم شايفين، مزيد من المعلومات حول حسابات العلامات التجارية، بتشوف معلومات هون، اطلاع على معلومات الحساب العامة، تعديل معلومات الحساب، فرجوا عنا هون هلا إدارة الأذونات. هلا هون عم يقول لي إدارة الأذونات، نكبس عليها، تفرجوا شو فتح لي هون، هي كتب لي اسم قناة منوعات تعليمية، هي المالك الأساسي، المالك الأساسي اللي هو أنا، قناة منوعات تعليمية، نحن إذا بدنا نضيف هلا مشرفين بنكبس على هي، شايفينها اللي هون، أشخاص وعليه إشارة زائد. هون شو عم يقول لي؟ عم يقول لي السماح للآخرين بمساعدتك في إدارة معلومات نشاطك التجاري وتعليقات العملاء وفيديوهات يوتيوب، من السهل تعيين مستويات مختلفة كذا وكذا وكذا، تمام؟ هلا هون أنا شو بساوي؟ هلا هون الخطوة المهمة، شو هي الخطوة المهمة يا جماعة؟ يعني أنت حاطط قناتك مثلا على إيميل، تمام؟ وهذا الإيميل أنت شاكك فيه، إنه يا أخي الإيميل حاسه إنه مو مظابط، مخترق، أو صار كتير معروف عند الناس، وأنت بدك تغير إيميل القناة. فأنت إذا بتغير إيميل القناة شو بتساوي؟ بتحط هون إيميل للقناة. أنا رح أحط لها مثلا إيميل، بعد ما حطيت الإيميل بعمل له هون بكبس على اختيار الدور،
انه انا شو بدي اياه يكون، يكون مالك القناة ولا مدير ولا مدير اتصالات. فانا رح احطه هلا حاليا رح احطه هلا مدير. تمام. اذا انت بدك تغير الايميل تحطه انه يصير ايميل القناة هو الاساسي اللي هو هذا اللي انا حطيته مثلا، بتحط كلمة المالك. اذا بدك اياه يكون مدير عندك بالقناة بتحط كلمة مدير. انا رح احط له هلا مدير، بعدين بعطيه هون دعوة. تمام، شايفين هلا نضاف عندي هلا الايميل هون، صار عندي انا مدير. طيب هلا شو رح نساوي؟ تفرجوا، هلا فتت على قائمة الايميلات انا اللي عندي اللي هو الايميل اللي انا ضفته الجديد مدير، رح افوت عليه. تفرجوا اجاني ايميل هلا، شوفوا شو مكتوب من الايميل. دعاء قناة منوعات تعليمية لإدارة قناة منوعات تعليمية. شايفين؟ يعني انا اذا بدي مثلا هلا اقبل الدعوة بقول له قبول، اذا ما بدي ما برد على الموضوع. فانا رح اقول له هلا قبول الدعوة. شايفين؟ هلا بعد ما فتحت انا على الايميل قلت له قبول الدعوة، فتحت على الايميل تبع الاساسي اللي اجتني اجاني منه الدعوة، قلت له هون هلا هون قبول مقبولة. شايفين؟ هلا هون قبلت، انا صرت هلا الايميل اللي ضفته صار مدير عندي بالقناة. تفرجوا هلا رجعنا نحن على القائمة نفسها مثل ما فتنا على اضافة مدراء، نكبس على ادارة الاذونات. تفرجوا هلا صار في عندي انا مدير تحت لكم، هذا الايميل يلي ضفته هلا جديد اللي هو المدير. طيب انا مثلا ما بدي هذا مدير، بدي يصير المالك تبع القناة، بدي يصير هو المالك تبع القناة، شو بساوي؟ بكبس هون بحط انه خليه المالك الاساسي، بس انه انا اقول له هاي ليكون مالك. هون عم يقول لي هل تريد جعل مازن مالكا لحساب قناة منوعات تعليمية؟ يعني انه بدك يا انت يصير هذا صاحب القناة، اذا بدك بتقول له جعله مالك، اذا ما بدك بتقول له الغاء. انا رح خليه الغاء هلا، بعدين ان شاء الله نظبط الاعدادات كيف ما بدي. تمام تمام يا جماعة، هلا هاي الخطوات كلها ان شاء الله لموضوع يلي حابب ينقل قناته يعملها حساب علامة تجارية، وبالاضافة يلي حابب يغير الايميل تبع قناته. هاي الطريقة يلي قلت لكم عليها ان شاء الله هي الطريقة الصحيحة، الطريقة الاسهل لهذا الموضوع انك تغير ايميل قناتك وبالاضافة تعملها قناة علامة تجارية. تمام. هلا في شغلة، انتوا اذا غيرتوا الايميل تبع قناتكم واكدتوا المعلومات هي كلياتها اللي حكيتها انا مثلا هون اللي حطينا هلا على الاذونات، مثل ما انه هون مثلا نعمله مثلا مالك، بعد ما تاكدوا الايميل اللي انتوا نزلتوه الجديد انه يصير هو المالك الاساسي للقناه، بتصيروا وقت تفوتوا على القناه بتفوتوا من الايميل الجديد، ما بتفوتوا من الايميل القديم، لانه خلص بيكون الايميل القديم راح خلص. تمام. بيضلوا بقى عنكم هون بالقناه بس انه مدير. فهي الفكرة لازم تنتبهوا لها حبايبي. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالشرح والمعلومات، وان شاء الله تكون الطريقة تكون سهلة عليكم. هي صعبة شوي بس فيها يعني بدها تركيز شوي. اهم شيء تركزوا على موضوع انه تكونوا عم تنقلوا القناة الاساسية تبعكم على الايميل الثاني اللي عملتوه هو العلامة التجارية، هي لازم تركزوا عليها النقطة. تمام حبايبي، لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة والدعم لحتى نوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات وتنجح القناة أكثر وأكثر إن شاء الله. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.